المصادر الخاصة التي قالت لقناة التغيير ربما إيران سترد، ولكن سترد داخل الأراضي العراقية، هل هذا صحيح؟ يعني إن كان هنالك رد إيراني من داخل الأرض العراقية على القواعد العسكرية الأمريكية، فأعتقد هذا ليس له علاقة بما حدث داخل أمريكا داخل إيران، على اعتبار أن هنالك استهداف لشخصية وزائر قدم إلى الجارة إيران، وهو من أناس المقربين لدى العرب والمسلمين جميعا، شخصية قيادية وقائد للمقاومة، وبالتالي لديه تاريخ كريم ولديه تاريخ مبجل، ويفترض يعني أن نحزن كثيرا، وحزننا كثيرا على استشهاده، ونتمنى أن تنتهي الحرب عند هذا، لأنه الحروب دائما بها أثمان. لكن أقول، ما علاقة العراق بين الكيان الصهيوني وبين إيران؟ يعني هل تبقى الأرض العراقية هي ملعب للمتخاصمين؟ وهل تبقى الدماء العراقية سهلة ويسيرة ممكن أن تستنزف وممكن أن يستهان بها من أجل تحقيق بعض المكتسبات والمصالح؟ أعتقد على الحكومة العراقية وعلى الخيرين وعلى الوطنيون أن يوقفوا جميع الذين يحاولون أن يجعلوا من أرض العراق هي أرض المتخاصمين. أما قضيتنا الحقيقية هي قضية فلسطين واستهداف القائد في الجارة إيران، فأعتقد يعني هذه القضية بحثا آخر وتختلف عما يحدث. نحن كعراقيون وكعرب وكمسلمون ندعم القضية الفلسطينية، ومع أخوتنا قلبا وقالبا، ودماءنا معهم لا نستهين بها، ولا ايضا انه ممكن ان يعني نختزل دماءنا ونعتز بدماءنا وبشبابنا على حساب ابناء فلسطين. شباب العراق هم فداء لفلسطين، وشيوخ العراق بما فيهم المتكلم هو فداء للقضيه الفلسطينيه وفلسطين، ونتعايش، وايضا نحن متعاطفون تماما مع فلسطين وابناء فلسطين وشعب فلسطين، ونتمنى من الله ان يعم عليهم الامان وتعود ارضهم حره كريمه من هذا العدوان الغاشم. لكن يجب ان تكون هنالك خطوط واضحه للمقاومه، المقاومة العربية والمقاومة الإسلامية والمقاومة العراقية، عليها دور، لكن لا يجب أن تكون على حساب مصالح معينة، أو ربما تقوض ظاهريا القضية الفلسطينية وباطنيا لأجل تحقيق بعض المصالح لجهات أخرى. نتمنى أن يكون موقفنا حاسم وواضح، وأيضا نعي تماما أين نقف ولمصلحة من ومن أجل ماذا. نعم، العميد الخبير الأمني عفوا والعسكري العميد عدنان الكناني، كنت ضيفنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.